هل تنسحب بريطانيا وأربع دول من كأس العالم 2018؟ في جنوب إنجلترا الشرطة عثرت على جاسوس روسي مقيم في بريطانيا بحماية بريطانية. الصحف تقول إن هو جاسوس روسي بريطاني مزدوج. إيه قصته بالظبط؟ إيه اللي نقل المعلومات من هنا إلى هنا؟ إيه الدور السري اللي قام بيه؟ مفيش معلومات كافية حول هذا الجاسوس، إن من المؤكد أنه جاسوس مهم للغاية. المهم الشرطة لقت الجاسوس وبنته عندها 33 سنة، الاتنين قاعدين جنب بعضهم على الكراسي، إنما هما الاتنين فاقدين الوعي تماما. أخذوهم بالمستشفى، طلع أن تم الاعتداء عليهم بغاز الأعصاب، والاتنين في عناية مركزة إلى الآن وفي حالة خطرة. أصابع الاتهام بتشير إلى روسيا، إن ممكن تكون المخابرات الروسية هي اللي وراء محاولة اغتيال الجاسوس الروسي وابنته. إنما روسيا قللت من هذا الكلام وقالت إن هو غير صحيح. ومع ذلك وزير الخارجية البريطاني يتكلم في مجلس العموم وقال وأشار إلى إنه احتمال تكون روسيا وراء الموضوع. وقال إننا بنحلل غاز الأعصاب وبنشوف مصدره وهنعرف إذا كانت روسيا وراء هذا الموضوع أو لا. لكن إذا اتضح إن روسيا هي اللي وراء محاولة اغتيال الجاسوس الروسي في جنوب إنجلترا، ده معناه إن بريطانيا هترد بطريقة مناسبة، وده تهديد مبطن أو اعتبره تهديد علني من بريطانيا لروسيا إذا ثبت تورط المخابرات الروسية في محاولة اغتيال هذا الجاسوس. سترد المخابرات البريطانية على هذا العمل. ده كلام وزير الخارجية البريطاني. وبعدين الوزير قال جملة لفتت الانتباه جدا لأنها جملة تصعيدية مع روسيا، قال فيها إن روسيا أصبحت قوة مؤذية ومدمرة. شوف الكلمتين مؤذية ومدمرة، ده كلام وزير الخارجية البريطاني على روسيا. طبعا احنا لو تابعنا الفترات اللي فاتت كلها عبر سنوات هنلاقي ان في تصعيد كبير جدا بين روسيا وبريطانيا. الاعلام الروسي هتلاقي كتير جدا كلام على بريطانيا، والاعلام البريطاني كلام كتير جدا على روسيا، ونقدر نلاقي العداء ده موجود في مقالات كتيرة جدا، في تقارير كتيرة جدا، كأن هناك حرب باردة مستقلة غير الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، هناك حرب باردة موازية بين روسيا وبريطانيا. نرجع للموضوع، إنه في إطار الحرب الباردة ديت طلع هذا الموضوع، من الذي حاول قتل الجاسوس الروسي؟ أصابع الاتهام بتشير إلى روسيا، روسيا بتنفي، بريطانيا بتهدد. إنما التهديد المباغت في هذا الإطار هو استخدام كأس العالم كأداة تهديد لروسيا. وزير الخارجية البريطاني قال مش مناسب نشوف منتخب بريطانيا موجود في كأس العالم في روسيا وروسيا متورطة في عمل زي هذا العمل، محاولة اغتيال الجاسوس على الأراضي البريطانية. ده معناه إيه؟ معناه إن ممكن لو اتهمت بريطانيا روسيا بشكل أكثر تركيبا من ذلك أو بدلائل أكثر من ذلك، ممكن بريطانيا تنسحب من كأس العالم. الدول العربية اللي هي مع بريطانيا في مجموعة واحدة في كأس العالم تونس، إنما تأثير ده على كأس العالم ده موضوع تاني يحلله الرياضيون. إنما سياسيا إذا انسحبت بريطانيا من كأس العالم في روسيا 2018 مش هتكون الدولة الوحيدة اللي تنسحب، إنما في كلام قوي جدا إن أستراليا هتنسحب وإن اليابان هتنسحب وإن في أكتر من دولة بعد كده هتنسحب. ممكن نلاقي 3-4 دول، 5-6 دول ممكن ينسحبوا من كأس العالم 2018. طبعا في عقوبة الفيفا بتطبقها على الدول اللي تنسحب من كأس العالم، إن هي ما تدخلش كأس العالم اللي بعديه اللي هو 2022. إنما ممكن في إطار التصعيد السياسي يجري التضحية بكأس العالم 22 في سبيل إفشال كأس العالم 2018، وممكن يكون مجرد تهديد وما تصلش الأمور إلى هذا الحد. إنما احنا إزاء قصة مثيرة للغاية فيها مخابرات، غاز أعصاب، حد في المستشفى هو بنته،
كأس العالم ممكن يتم الانسحاب منه أكتر من دولة ممكن تغادر كأس العالم 2018 قبل أن يبدأ كأس العالم. إذن السياسة والمخابرات وكرة القدم في موضوع واحد، والكل يتساءل هل تنسحب بريطانيا من كأس العالم 2018 في روسيا؟